لا شك وأن الأهلي ينهج دائما نهج المؤسسات الوطنية بالاهتمام بدوره المجتمعي كأحد تلك المؤسسات بتنمية الجانب الثقافي والفني والطبي، أيضا إلى جانب الاهتمام بأنشطة الشباب والمرأة والطفل، وهو ما تقدمه القلعة الحمراء وعبر لجانها المختلفة بتفعيل العديد من الأنشطة التي تفيد أعضاء الجمعية العمومية. انطلق عام 2020 بتوفير حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة وتنظيم عدة ندوات تثقيفية لمناقشة وتوعية الأعضاء ببعض الملفات المهمة، إلى جانب تنظيم عدة حفلات أحياها نجوم الغناء مثل فاطمة عيد وطارق عبد الحليم، وتكرار فعاليات اليوم الترفيهي للأطفال في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى حفلات كورال الأهلي. أنشطة اللجان المختلفة استمرت فعالياتها حتى قرار إغلاق الهيئات الرياضية بسبب جائحة كورونا، إلا أن لجان الأهلي لم تتوقف ولم تغلق ابتكارها لأفكار تفيد أعضاءها. يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة، مبادرة أطلقتها لجان النادي الأهلي برئاسة المهندس وليد مبروك متولي بعد هجوم جائحة كورونا في الشهور الأولى من عام 2020، والتي على إثرها تم إغلاق جميع الأندية وتوقفت جميع النشاطات. المبادرة بشعارها جاءت بعدة أفكار لمختلف اللجان بالأهلي لخلق وابتكار أنشطة ثقافية وتوعوية وفنية ورياضية أونلاين لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من مختلف الفئات والأعمار. وعند قرار عودة الحياة تدريجيا للهيئات الرياضية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي يحرص الأهلي عليها بكل دقة، تواصلت أنشطة اللجان على أرض الواقع من جديد بتنظيم فعاليات مختلفة للجان الشباب والمرأة والطفل وحتى اللجنة الثقافية لتقديم كل ما هو جديد للأعضاء، بجانب تنظيم حفلات إنشاد ديني ومنافسات رياضية وإطلاق مبادرة تعليم الكبار للمساهمة في محو أمية بعض عمال النادي. لجان الأهلي ابتكرت من الأزمة مليون حاجة لها لازمة في عام 2020، وما زال لديهم كل جديد ليقدمونه في 2021. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقة إلى جانب شق التفوق الرياضي على مستوى كل الفرق المختلفة في النادي الأهلي، في تفوق كمان على صعيد آخر، كل اللجان الموجودة في النادي الأهلي لجان نشيطة جدا، قوية جدا، فاعلة جدا. كل يوم والتاني تقريبا بنقدم لحضراتكم خبر أو بنقدم لكم تقرير عن فعالية ما من فعاليات لجنة ما من لجان النادي الأهلي. الحقيقة فعاليات في منتهى الأهمية وليها مردود وانعكاسات إيجابية كتير جدا على كل الأصعدة الحقيقة، فنيا، ترفيهيا، صحيا، توعويا، تنمويا. طبعا تفاصيل كتيرة ليها علاقة باللجان المختلفة الموجودة في النادي الأهلي ومخططين إيه للفترة اللي جاية إن شاء الله، هنعرف كل التفاصيل مع المهندس وليد مبروك متولي وهو رئيس اللجنة العليا للجان بالنادي الأهلي. صباح الفل على حضرتك ومنورنا. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. احنا دايما بنلتقي في النادي، مش اول مره نلتقي في القناه ده برده مكان حضرتك. كان في بيننا كده ماتش تنس بس ما اتلعبش، مؤجل هنأجله ل 22. هو النادي كله عارف ان انا هوندا قاعد في التنس تقريبا كل يوم، يمكن انا اللي ما جيتش بقى لغايه الساعه 5 تقريبا، فيعني اللي ما بيجيش هو الأنمي. انا باجي افطر دايما بس ممكن بقى العب وبعدين افطر. انا في انتظارك. ايوه منورنا يا باشمهندس. ويمكن احنا تحدثنا قبل كده لحضرتك نورتنا، قلنا 2020 يمكن هي عام التحديات للعالم كله، هنتكلم تحديدا عن النادي الاهلي وفكره ان احنا هنا نستغل اللجان او اللجان كمان تستغل اللي بيحصل وهذه الازمه وتطلع بمليون حاجه ليها لازمه. اولا بقى عايزين نخش كده، حققنا ايه من ساعه ما الفكره دي طلعت لحد هذه اللحظه، وازاي كمان اللجان المختلفه اشتغلت على ان هي تطلع من كل حاجه، يعني مليون حاجه ليها لازمه من كل ازمه واجهت اصلا اللجان كلها. تمام. احنا بالنسبه لنا سنه 2020 متقسمه ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت من اول يناير لغايه نص شهر 3، المرحله الثانيه كانت من نص 3 لغايه ما النادي رجع تقريبا اشتغل في 1/7، والمرحلة الثالثة كانت من 1/7 لغاية آخر 2020. قبل ما ندخل في يلا نطلع من الأزمة مليون حاجة فيها لازمة، احنا الفترة اللي قبل كده انا اتكلفت باللجان تقريبا يوم 28 يناير، كان قبل كده الأستاذ محمد يوسف هو المسؤول عن اللجان،
فالفترة اللي في الأول دي كانت هو كان مجهز حاجات، اشتغلنا على فعاليات زي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كان في يوم فان داي للأطفال اتعمل في فروع الثلاثة، عملنا ندوات عن التربية الإيجابية وتأثيرها على الطفل والبيت عموما. التربية الإيجابية اللي هي إزاي؟ جبنا ناس متخصصين في الموضوع التربية والأطفال واللايف كوتشنج، وعملوا ندوات في الأهلي الجزيرة وأهلي زايد وأهلي مدينة نصر، كانوا بيعلموا إزاي الأهالي يتعاملوا مع أولادهم، وفي حالة إن الولاد في ظروف ما الولد مزرجن ما بي من غير عنف يعني بطريقة حديثة يعني الولد مش عايز يعمل كذا نعمل ايه معاه يعني، كان على فكرة الحاجات دي موجودة في الماتيريال بتاعتها موجودة ومتسجلة، وكانت بصراحة مفيدة جدا يعني. بعد كده ابتدينا نخش في الفترة بتاعة ان النادي اتقفل والمبادرة بقى بتاعت يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. كانت بصراحة في 16 فعالية اتعملوا في الفترة دي اونلاين، كان في مسابقات على جميع المستويات الثقافية والأطفال والمرأة والشباب، كان في ندوات، كان في سلسلة ندوات للدكتور أسامة عشم، هو عن الطاقة الإيجابية وإزاي نستغل فترة التواجد في البيت في توطيد العلاقة بين الأسرة وبعضها. يعني أنا لا والله كلها حاجات يعني مهمة جدا ومفيدة جدا بالذات في الظروف اللي احنا مرينا بيها في 2020. طيب يعني اكيد كان مع بدايه تكليف حضرتك برئاسه اللجنه العليا للجان، اكيد كنتوا زي ما بتقول انتوا السنه متقسمه لثلاث مراحل، فبالتالي في خطه محطوطه بتشمل الكثير من النقاط. بعد مستجدات مؤسفه حصلت زي فيروس كورونا، ايه اللي اتلغى من الخطط اللي انتوا كنتوا مجهزينها او عايزين تشتغلوا عليها، وايه اللي اتاجل وايه اللي اتنفذ بالفعل؟ اكتر لجنه اتاثرت بالموضوع ده كانت لجنه الرواد برئاسة الأستاذ فؤاد إسماعيل، هم نشطين جدا 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 يعني أنا ما يعني يمكن كل أسبوع عندهم فعالية أو اتنين يستدعوا أو يعزموا رواد نادي الشمس، نادي الزهور، الأندية المختلفة. هم كانوا عاملين فعالية كبيرة جدا بمناسبة عيد الأم، وللأسف الفعالية اتلغت لأنه كانت معمولة في دار من دور القوات المسلحة، وللأسف جت معادها تقريبا كان بعد بداية الحظر يعني. طبعا كان في حاجة مع المجلس القومي للمرأة كنا بنخطط لها عشان يوم المرأة في الفترة بتاعت احتفالات عيد الأم وكده، برضو دي اتلغت. بعد كده دخلنا فترة الحظر بقى، أنا عايزة يعني أتخطى فترة الحظر دي ونروح للفترة اللي بعد كده. لما رجعنا النادي 1/7 كان فكرة إن احنا نشتغل على الأرض، كنا احنا مجهزين بقى حاجات كتير نشتغلها على الأرض. فضلنا في فترة فيها حرص شوية، كانت الإدارة التنفيذية موقفة الكلام ده شوية، فضلوا لغاية 1/9 تقريبا عشان نبتدي. الحمد لله ابتدينا من 1/9 عملنا حجم فعاليات انا بعتبره في ثلاث شهور ونص، من نص 9 لغاية اخر 12 كان حجم كبير جدا، كانوا حوالي حاجة وقرب 30 فعالية، ودي كانت حاجة بصراحة انا بشكر اللجان كلها بلا استثناء والإدارة التنفيذية والعلاقات العامة وكل قطاعات النادي ساعدت فيها، كانت حاجة بصراحة كويسة جدا. اهم حاجة طبعا حصلت في دولة بنقعد نتكلم عليها كل مرة وانا مصمم اتكلم عليها، كانت المبادرة بتاعة اهلي بلا امية، البروتوكول اللي توقع مع الهيئة العامة للتعليم الكبرى. هنرجع نتكلم برضو عن ايه المستجدات في هذا الملف، بس خلينا نروح دلوقتي بوبسات عن اراء واعضاء بقى الاهلي في دور هنا وانشطه اللجان ونرجع نكمل. الصراحه لجنه المراه بتعمل انشطه حلوه جدا، مش هنا بس، كمان في كل الفروع، وانا كنت حاضره مره هنا بتاع بهيه، بس طبعا فادونا كتير جدا في لجنة المرأة والكلام ده كله، وبهية وجوم ناس متخصصين وعلمونا زي كشف الثدي والكلام ده كله، سرطان الثدي والكلام ده، فبس فكان صراحة حاجة مميزة جدا صراحة. لا حقيقة أنا حاسة أن فعلا النادي الأهلي بيبذل حاجات حلوة قوي كمان خاصة للطفل. أنا شفت يمكن في مصر مدينة نصر كانوا عاملين حاجات جميلة قوي للأطفال، كانت بنوتي حضرت هناك إيفنت كان جميل قوي، للأعياد الميلادات اللي بتتعمل هناك برضو، للكرنفالات بتاعت العربوزات والحاجات دي بينبسطوا بيها قوي هناك، بيبقى يوم حلو للأطفال بقى في ظل اللي احنا فيه كورونا والحاجات دي كلها، فبيبقى حاجة جميلة الأولاد يبقوا مبسوطين شايفين، حتى بدل ما نروح سيرك أو حاجة لا بيجيبوها لنا في النادي نفسه يعني.
والله انا حضرت كان يوم جمعه تبع لجنه المراه، كان ايفنت اسمه خير بلدنا، فكان ظريف جدا يعني، وجود منتجات ومعروضات وسيدات بتعرض حاجات، منتجات ريف وحاجات وكده، وكان في فاطمه عيد في اخر البروجرام وطارق عبد الحليم وكده. كان ظريف يعني، فاحنا بنشكرهم بصراحه لان حاسين انهم بقوا يعني كمان في عصر كابتن بيبو لا الاحوال اتغيرت في النادي كتير قوي يعني. والله بصراحه مجهود مشكور لانه بيختاروا يعني مواضيع مهمه جدا، يعني مثلا الندوه اللي اتعملت لا للعنف ضد المراه كان رائع ومجهود رائع في التنظيم، وكانوا جايبين ناس من المركز القومي للمراه برضو، مش اي حد بيتكلم، ودي حاجه بتفيد كل بنت وست وازاي تتصرف في المواقف دي. وبرضو اللجان كلهم بصراحه سواء الشباب او لجنه الطفوله برضو يعني مجهود مشكور، عملوا حفله هنا لمده 5 ساعات وبيعملوا في كل فرع من فروع النادي. حيتقال ان المرحله بتاعت بيبو للدوره ديك الحقيقه في لجان كتير جدا جدا انبثقت في قلب النادي وعملت شغل لا غبار عليه، وحاجه ممتاز اكتر من ممتاز. دايما بيقاس يعني الشيء باراء الناس ومدى رضاهم، وواضح كده من تقريره، ده تقرير محايد جدا، احنا يعني نزل مراسلنا وبيسالوا ناس راندم يعني بالشكل عشوائي، والاراء اعتقد باشمهندس وليد جيده جدا كمان، في رضا على شغل اللجان. ازاي برضو ممكن نقول الفتره اللي جايه الوضع هيتحسن؟ دلوقتي خلاص ان شاء الله ما يحصلش حظر تاني، فهيبقى في امكانيه اكتر كمان. والله احنا بنتعامل مع الاحداث دايما يعني. هتلاحظي حتى ان احنا في الفتره بتاعه يعني لما ابتدت الكورونا عملنا ندوه عن موضوع الكورونا، لما دخلنا في فتره الحظر اشتغلنا على كورسات اونلاين، بقينا نحط لينكات للشباب عشان يخشوا ياخدوا كورس يستفادوا ان هو قاعد في البيت. لما جينا في رمضان عملنا شغل مسابقات حفظ قران وعملنا ندوات دينيه اونلاين، عملنا مسابقه فيفا ودي كانت دخل فيها حوالي 120 شاب اونلاين، وزعنا الفاينل على صفحه الاهلي على الفيسبوك. عملنا حاجه للسيدات المنازل ان هم يصوروا زينه رمضان في البيوت ويبعتوا لنا الصور دي، واخر يوم في رمضان نزلنا فيديو على المزيكا بتاعت والله لسه بدري شهر الصيام وكده، وكانت حاجه يعني روحانيه جدا وكانت جميله. فاحنا بنشتغل دايما على المستجدات اللي بتحصل في الفتره اللي جايه. انا برضو عايز اتكلم في ان احنا عايزين نشتغل على حاجه. اتفضل يا كريم، انت عايز تقول حاجه؟ عايز اقول حاجه، انا اسف جدا مضطرين بس نقطع يعني استرسال حضرتك، لازم نطلع فاصل حالا ونرجع بقى مره ثانيه نعرف منك تفاصيل ان شاء الله الفتره الجايه هيحصل ايه. فاصل ثم عوده، اتفضل. هو انشطه اللجان دي حاجه جميله جدا. خليني اقول لك انا عن نفسي في حاجه بدور عليها الفتره دي، ان انا عايزه اتعلم غنى، عايزه اعرف اغني، فلو اللجان ممكن توفر لنا مثلا تجيب ناس متخصصة تعلمنا الغنى بيكون للكبار مش للأطفال بس، فدي تبقى حاجة حلوة. ممكن يعملوا نشاطات للبنات أكثر، يبقى مثلا يوجا أو أي نشاط رياضي، يبقى يوم مخصص للبنات نعمل فيه نشاطات ونتدرب على حاجات رياضية وكده. والله هو النادي جميل وبيعمل حاجات حلوة وكويسة وكده، بس بالنسبة للمرأة مش قوي يعني. يعني مثلا احنا نفسنا الكبار السن بنيجي يومين بس اب 50، لا نخليها اكتر من كده، يخليها في اوبن اير بره عشان خاطر موضوع الكورونا، الرحلات لازم يكون لنا وضع فيها، يعني كلنا حس في الموضوع شويه يعني. برضو المهارات، واحده عندها اي مثلا حاجه بتحب تعملها، يبقى في لجنه منسقه للمواضيع دي. على مستوى السيدات اتمنى ان هم مثلا يعملوا ايفنتات رياضيه للسيدات اكتر، كان بيعملوا فعلا على البسين يوم رياضي كان بيبقى حلو جدا، اتمنى ان هو يتعمل في اماكن تانية، ممكن في الملعب مثلا الخماسي او في التراك، دي تبقى حاجه جميله جدا. رحلات ثقافيه برضو للسيدات حلوه قوي، لجنه المراه اتمنى انها تعمل حاجه زي كده. ندوات او محاضرات مثلا في التنميه البشريه، يعني انا شايفه ان هم ممكن يجيبوا حد سبيشالست في حته اللايف كوتشنج وكده، بحيث ان هو يساعد اكتر اللي هو للناس اللي هي في سننا وكده، لان هم بيعملوا ده اكتر للناس الكبيره، فده يبقى مفيد اكتر للناس اللي هي بقى في سننا بقى وكده، فيساعدهم قوي. وانا كنت حابه اتعلم كروشيه او رسم بشكل متخصص اكتر يعني، فلو دي حاجات هيقدموها هنا في النادي هتبقى حاجه كويسه قوي. طيب يعني نفسي يبقى في ايفنت كده في مجمع السباحه للاعضاء يعني للشباب كلهم، زي ما حصل قبل كده ايفنت للسيدات
فانا عايز يعني لو ايفنت للشباب كلها ده هتبقى حاجه كويسه. يعني هما الانشطه اللي بيعملوها في النادي عايزاها تتكثف ويهتموا بالاطفال، وعشان الاطفال بتتبسط بيها قوي. نتمنى ان كل اللجان تعمل نشاطات مفيده ومثمره وموسعه للاعضاء، واتمنى طبعا لجنه الرواد اللي انا المفروض فيها ان شاء الله يكون ليها نشاط ملموس ومتشاف اكتر من كده باذن الله. حلو ان احنا رجعنا من الفاصل بالتقرير ده تحديدا اللي تعرفنا من خلاله على طلبات ومتطلبات الاعضاء اللي طبعا هم الاشخاص المعنيين، هم اللي بيتقدم لهم الخدمات المختلفه بمعرفه اللجان المختلفه الموجوده في النادي الاهلي. وحلو كمان ان الكلام ده تقريبا هي دي نفس النقطه اللي احنا وقفنا عندها قبل ما نطلع فاصل، خطتكم ل 2021 ان شاء الله من خلال اللجان المختلفه الموجوده في النادي الاهلي. انا بس عايز اعلق على التقرير يعني بسرعه كده اللي انا افتكرته طبعًا منه طبعًا. يعني في سيده كانت عايزه تتعلم الغنى في اداره المكتبات في نادي اهلي مدينه نصر، فيها جميع الانشطه الكورال وكل الانشطه الفنيه يعني حلو. موجوده هناك، تقدر تتقدم هناك وتشتغلي، مش تبع اللجان بس يعني النشاط ده موجود فعلا. في سيده قالت برضو رحلات ثقافيه. احنا بالفعل خدنا موافقه ان احنا نعمل سلسله رحلات للجنه المراه للمناطق الاثريه والثقافيه في مصر، هتبتدي الشهر ده ان شاء الله. جميل. الاستاذ اللي قال على لجنه الرواد برضو، لجنه الرواد مشكلتهم فعلا صحيا احنا خايفين عليهم، فبنقلل الانشطه شويه عشان بالذات الفتره دي طبعا. في حد اتكلم عن الرياضه والسيدات والرياضه، لجنه النشاط الرياضي الترفيه وفريق الصباح وكده، دول موجودين في النادي كل يوم على فكره من 5:30 الصبح، بييجوا يتمرنوا ويفطروا ويروحوا 9:30 10 يسيبوا النادي ويمشوا يعني، فيقدروا برضو يتواصلوا من خلال العلاقات العامه معاهم ويشتركوا في النشاط ده. والكروشيه حد قال والموضوع الانشطه اليدويه ده احنا شغالين عليه فعلا، بس انا زي ما حصل في محو الاميه كده حابب نعمل الكلام ده بالتكافل الاجتماعي بتاع النادي، يعني احنا عيله الاهلي فعايز اللي يدرس الحاجه او يعلم الحاجه يكون عضو في النادي، مش عايز اجيب حد من بره، فبنجمع بس معلومات عن اللي يقدروا يبقوا معلمين في الانشطه دي، واول ما ان شاء الله نكون تيم للتعليم الانشطه دي هنبتدي على طول. حلو، ده ردا على النقاط اللي اتذكرت. طيب بالنسبه بقى لخطتكم ان شاء الله في 2021، احنا بنشتغل ربع يعني كوارتر بربع سنه، ثلاث شهور. فتقريبا الثلاث شهور دول احنا مستقرين على الفتره دي، عايزين نشتغل على فعاليات كلها في الاوبن اير وحاجات ما تكونش فيها تجمعات، يعني طبعا بيبقى في حاجه اكتر للنشاط الرياضي منه نشاط اجتماعي وتجمعات وندوات وكده. فان شاء الله الفتره الجايه دي في حاجات برضو كويسه، هنعمل مهرجان اللي كنا عملناه التعريفي بتاع العاب القوه ده قبل كده، عملناه في مدينه نصر، لقى قبول يعني جالنا 100 طفل كلهم طلبوا يدخلوا اكاديميات العاب القوه في النادي. هنكرره تاني في الجزيره بشكل اوسع شويه، وهيكون في قياسات وحاجات للولاد عشان نعرف اذا كان فعلا هو يصلح مش بس كموهبه، يصلح كمان كفيزيكال يعني كبنيه كجسمانيه ينفع ولا لا. مش عايزين نحرق بقى الحاجات اللي هنشتغل عليها. في حاجه هتبقى ان شاء الله بتتعمل، لسه ما خدناش موافقتها، بس لو فاكرين التيلي ماتش اللي كان بيتعمل زمان في اللي هي المسابقات اللي بتبقى في تيمز دي، هنعملها ان شاء الله قريب وهنشتغل عليها. تبقى دي اكيد هتلاقي استحسان كل الاعمار الحقيقه، مش بس الاطفال. موفقين ان شاء الله. طيب احنا كمان شويه كده هيكون معانا يعني التدريبات للتيتش. طيب خلينا نروح دلوقتي لملعب التيتش ونشوف تدريبات الفريق الاول مع مراسلنا العزيز شريف شعبان. شريف صباح الخير، نصبح عليك انا وكريم في البدايه. صباح الخير رنا وان، صباح الخير كريم، طبعا صباح الخير على الضيف الكريم كابتن وليد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. من تدريب النادي الاهلي اللي يمكن هيبدا الان في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه التميز وشاشه قناه النادي الاهلي، يمكن الاهلي وضغط المباريات توالي المباريات، الاهلي امبارح بيفوز على فريق سواديب بطل النيجر باربع اهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، خمس اهداف مقابل لا شيء، يمكن عنده مباراه يوم الجمعه مع فريق سيراميكا فريق قوي في بطوله الدوري ممتاز. يمكن منذ قليل الاهلي اجرى الرابيد تيست لكل لاعبي النادي الاهلي طبعا طبقا لبرو
بروتوكول لوزارتي الصحة ووزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري. يمكن الأهلي هيبدأ التمرين الآن، يمكن مستر موسيماني عمل حوالي محاضرة حوالي 10 دقائق مع اللعيبة بتكلم فيها عن أخطاء مباراة الأمس. يمكن مستر موسيماني مع محللي الأداء اللي موجودين في الجهاز بيرسل لكل لعيب بعد أي مباراة شريط المباراة أو الملخص المباراة عشان خاطر كل لعيب يتفرج على مباراة، ويبدأ موسيماني في المحاضرات النظرية اللي بتكون مع اللاعبين يناقش كل لاعب على أخطائه اللي عملها في المباراة. فلازم على كل لاعب بعد المباراة يتفرج على المباراة التسعين دقيقة. يمكن النهاردة قبل ما ينزلوا تمرين يتكلم معاهم مستر موسيماني على الأخطاء امبارح على إهدار الفرص الكتيرة جدا، وطلب اللاعبين إن أي فرصة تيجي لازم تفنشها جول، لأن ما تعرفش لو جات لك فرصة ممكن ما جالكش فرصة تانية. يمكن اللعيبة بتنسق جاي جدا طبعا لمستر موسيماني، وبيحاول ينفذوا تعليمات مستر موسيماني على أمل إن كل لاعب يحجز بطاقة أو المشاركة الأساسية في المباريات الفترة المقبلة. الراجل هيعمل روتيشن الفترة المقبلة، فقال لك اللي هنفذ تعليماتي في التمرينات هيكون ليه تواجد في المباريات. الأهلي عنده معترك محلي وعنده معترك أفريقي، يا رب بإذن الله تكون الفترة القادمة بدون إصابات. امبارح الناس كلها اتكلمت على طاهر محمد طاهر، وعنده إصابة قوية جدا في العضلة الخلفية. يمكن طاهر النهاردة موجود في التمرين، طاهر عنده كان حس بتقل شوية في العضلة الخلفية، ولكن هو سليم والنهاردة بيشارك في التمرين بصفة منتظمة خالص، وبكرة بإذن الله هيكون في التمرين التكتيك. النهاردة بيبقى تمرين خفيف، تمرين ريكفرنج، لأن امبارح اللي لعب 90 دقيقة النهاردة ممكن يعمل تمرينات خفيفة جدا، تمرينات لياقة بدنية، ويخش بقى يعمل ريكفرنج إذا كان جهاز ينزل التلج أو الجيم أو الحاجات كلها اللي بتعمل ريفرش للاعيب. من بكرة بقى بإذن الله كل اللاعبين هتكون في التمرين التكتيك الخاص بالمباراة. الراجل النهاردة هيحاول يحفظ أو يعالج الأخطاء اللي حصلت في تمرينة الأمس، وبإذن الله بكرة ينفذ التكتيك اللي هيلعب بيه مباراة سيراميكا. بكرة هيكون التمرين في التتش الساعة 3 العصر، وهيتجه الأهلي إلى السويس لمبيت ليلة مباراة طبعا الأهلي وسيراميكا اللي هتكون على استاد السويس يوم الجمعة. يا رب بإذن الله تكون يوم الجمعة وش خير على النادي الأهلي وفوز الأهلي على فريق سيراميكا العنيد اللي بيضم نجوم كتيرة جدا من الدوري الممتاز. دي كانت كواليسنا في مران اليوم. يمكن سيولة مرية حوالين النادي رائعة جدا، يمكن درجة الحرارة مناسبة حوالي 21-22، الشمس طالعة درجة الحرارة كويسة جدا، فاللي عاوز ينزل يجي النادي يجي، الدنيا كويسة جدا، الصورة المباراة كويسة جدا. بإذن الله يستمتعوا بيوم جميل داخل النادي الأهلي. معاك نهاوند، معاك كريم، لو في أي استفسار معاكم. أنا عايزة أروح معاك يا شريف قبل ما نختم ليه حتة هنا وجزئية الروح المعنوية، ويمكن زي ما أنت ذكرت كلنا شاهدنا امبارح يعني ماتش أمس كان بيحمل العديد من اللاعبين اللي كانوا لحد ما يعني متوقفين أو كان عندهم إصابات أو غيره، ففكرة العودة وأسامي كبيرة زي سعد سمير وكمان تألق البعض زي أحمد ياسر ريان زي ما كنا بنتحدث، والأجوال المختلفة اللي حصلت وكهربا وغيره، يمكن كهربا ده أول جول بقى أفريقي خلينا نتكلم برضو، وفكرة برضو السماح او اعطاء الفرصه لبدر بنون ان هو يحرز هنا ضربه الجزاء، كان ممكن وليد سليمان يلعبها لكن اللعيبه كانوا حريصين كمان ان بدر بنون يندمج مع الفريق، وكان جول جميل جدا برضو. فخلينا نروح للجزء ده معاك، اتفضل يا شريف. الاول يمكن في المحاضره اللي عملها مستر موسيماني مع اللاعبين يمكن منذ قليل او منذ لحظات، الكل حي سعد سمير على الروح، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي الروح ما بينهم. سعد سمير مدافع، بدر بنون مدافع ايضا، كان المفروض في ترتيب ضربات الجزاء اللي يشوط ضربات الجزاء نمره واحد وليد سليمان، نمره اثنين بدر بنون، ولكن على طول سعد سمير مع وليد سليمان طلب ان بدر هو اللي يلعب ضربه الجزاء، نتيجه كبيره، فبدر بنون بيعرف يسدد كويس ضربات الجزاء تدي له ثقه لو احرز هدف مع النادي الاهلي في اول المشوار. هي دي الروح، هي دي اللي الناس كلها بتقول النادي الاهلي غير، النادي الاهلي غير عشان روحهم داخل غرف الملابس كويسه، داخل الملعب كويسه. فالنهارده يمكن منذ لحظات كل اللاعبين بالجهاز الفني اشادوا سعد سمير، والروح اللي عند سعد سمير ان مدافع زميل بيخليه يحس ان هو يرجعه فورمه ويخليه يديله ثقه في نفسه ويدخله في وسط الاجواء بسرعه. الحاجه الثانيه العاديين من الكورونا اللي كان كهربا واكرم كذا لاعب امبارح شاركوا بصفه منتظمه بعد فتره غياب كبيره جدا، كان سعد سمير بعد ما اجرى جراحه في الوتر اكيليس امبارح يمكن اول مباراه بعد حوالي فتره غياب كبيره جدا حوالي عاده 300 يوم يعني، فسعد سمير امبارح بيشارك في اول مشاركه ليه، بدا يرجع واحده واحده ما شاء الله، او نمسك الخشب يعني خط دفاع النادي الاهلي بدا يرجع كله بكامل قوته. النادي الاهلي محتاج كل لاعبته الفتره المقبله، ولكن بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، الروح المعنويه كويسه جدا مع لاعبي النادي الاهلي، الروح ما بين اللاعبين كويسه جدا، في حب وفي اخلاص، فعشان كده بتكون بتساوي بطولات. فاللي عاوز يدور على بطولات النادي الاهلي يدور في غرف الملابس المغلقه، الروح والاخلاص بين اللاعبين وبين الجهاز الفني فبتساوي بطولات. يا رب باذن الله يكون اللي جاي كله بطولات للنادي الاهلي، وتكون الروح والاخلاص مستمره مع النادي الاهلي الى ابعد مدى.
بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. وبنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز، وعودة لضيفنا الأستاذ وليد مبروك من جديد. والحقيقة يعني واضح جدا، يعني سهل ان الواحد يستنتج ان كل عضو من اعضاء اللجان المختلفه في النادي الاهلي عنده قدر كبير من الشغف، وعنده قدر كبير من الولاء والانتماء للنادي، والرغبه في ان هو يخدم اعضاء النادي، الى جانب كمان لو الموضوع ممكن يتعدى حته الاعضاء ويوصل للخدمه المجتمعيه بشكل كبير. فانا عايز اعرف من حضرتك استاذ وليد، هل عضويه اللجان المختلفه في النادي الاهلي بتكون تكليف ولا بتكون بشكل تطوعي من الاعضاء، ولا بتيجي ازاي الحكايه؟ هو طبعا في الاول انت قلت حاجه كويسه، هو عمل تطوعي، يعني الناس بتشتغل عشان بتحب مش عشان اجر، بتستغل وقت فراغها وبتقدر تقدم حاجه في مكان هي بتحبه. اللجان بتكون تكليف، بس في الاول هو انت بتيجي تتقدم وتبقى موجود من ضمن مجموعه، وبنختار منها بعنايه وبنقدم لمجلس الاداره تشكيل اللجنه، والمجلس بيعتمده. بنعمل تغييرات محدوده في اول كل سنه، طلبنا من المجلس زيادة العدد من 10 في اللجنة ل 15، ووافق لنا مشكورا من 4 شهور. وبدأنا فعلا نسكن في اللجان ناس بحرص، يعني برضو مش بيبقى مش عايزين ندخل عدد وخلاص، برضو احنا عايزين نجيب حد يقدر. هو الأعضاء النادي بصراحة الأهلي كلهم عندهم الكواليتي اللي انت بتتكلم عليها، وعندهم روح الفانيلا الحمراء اللي احنا دايما بنتكلم عليها. انا عايز اقولك ان احنا عندنا أعضاء في النادي مش في اللجان بيشتغلوا معانا بشغف وبحب، واللي عنده صفحات بيعلن لنا على الصفحات وبيقدم تقرير بعد لما بنخلص. جميل. اللي انا قلت عليه بتاع الرحله بتاعه او مجموعه الرحلات دي، في عضوه في النادي الاهلي مش عضوه في اللجان، وهي بتشتغل حاجه في وزاره الثقافه، هي قدرت او الاثار سوري، هي اللي عامله الشغل ده، وهي اللي مجهزه مجموعه الرحلات بالتعاون مع لجنه المراه. هي. وهنشتغل عليها ان شاء الله في خلال ايام. انا عندي سؤال اخير، ان وقت الفقره للاسف انا عارفه حضرتك عندك برضو مشوار فمش هنعطل حضرتك، بس فكره هنا البروتوكولات اللي بتكون ما بين اللجان والوزارات المختلفه، يعني انا عارفه ان في زي بروتوكول مع وزاره الصحه تحديدا علشان زياده الوعي والاجراءات الاحترازيه وغيره، هل مثلا لجنه الطفل بتبقى برضو عندها بروتوكول مع مثلا وزاره ما او جمعيه ما، ولجنه المراه مع مثلا مجلس القومي للمراه او وزاره ما؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. هو البروتوكول بيتعمل ما بين النادي الاهلي وما بين الوزاره. تمام. عشان برضو نبقى احنا هل ده موجود فعلا؟ يعني بيتعمل طبعا، احنا كلجنه بنقدم للنادي في الاداره فكره بتستدعي ان احنا نعمل بروتوكول، واحنا اللي بنشتغل على تجهيز البروتوكول وبنقدمه للنادي، والنادي بيبقى هو اللي بيوقع البروتوكول من خلال ادارته التنفيذيه او وجود الكابتن محمود الخطيب لو مع وزاره. فيعني ده بيحصل في الوقت، لو احنا مثلا وزاره الشباب عندها ما يستدعي ان احنا نعمل بروتوكول ما بين النادي وبين الوزاره، هنعمل طبعا. يعني موفقين ان شاء الله في كل اللي جاي. تشرفنا بوجود حضرتك معانا استاذ وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان، نورتنا وصباح الفل عليك، وان شاء الله نلتقي معاك على خير على قريب ان شاء الله. نلتقي بقى هناك ان شاء الله. عايزوا ملعب التنس في ملعب التنس ان شاء الله. طيب احنا بنستاذنكم، هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل مع حضراتكم بقيه فقرات حلقه النهارده. اتفضل.